مواصلين وحديثنا ومسك الختام مش يكون حديث على الفن التشكيلي ومعرض دولي للفن التشكيلي تحت عنوان الريشه العالميه. حبيت نرحب ساعه قبل بضيوفي من تونس ومن الاردن، لانه المعرض هذا هو تونسي اردني في التنظيم وفي المحتوى وكل تو بعد نحكيه. حبيت نرحب مدى ايمان بن ابراهيم فنانه تشكيليه، وكذلك محمد حزيمة فنان تشكيلي، ومدام مرام حسن. مرحبا بك مدام مرام، يعطيكم الصحة. فنانين تشكيليين من الأردن. عرفوني على المعرض، شكون منكم يتولى عملية تقديم المعرض؟ تفضل. أول شيء السلام عليكم. مرحبا. شكرا لتونس لاستضافة هذا المعرض العالمي. في البداية أنا حابب أشكر فعلا تونس بطريقة خاصة. إحنا جينا كفنانين تشكيليين بنرسم الجمال على تونس، فاكتشفنا أنها تونس هي المعرض أصلا، فصار نصيب البرنامج السياحي أكبر من نصيب البرنامج الثقافي في اللي في هذا المعرض. معرض ذا جلوبال برش أو الفرشاة الذهبية هو معرض عالمي ينظم من مؤسسة الدار في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر مايو من كل عام. كل عام بنتقل من عاصمة دولة لعاصمة دولة أخرى، لنستطيع من فكرة الانتقال لنستطيع الوصول لأكبر عدد من الفنانين التشكيليين في العالم في المشاركة في هذا المعرض. مدة تنظيم المعرض هذا 6 شهور يأخذ على المؤسسة. في هذا العام مشكورين اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين على رأسهم الدكتور وسام غرسلة والأستاذ الدكتور نزار مقديش بالتنسيق ودعوه من الاستاذ ايمان بن ابراهيم صاحبه الجهد الاكبر في دخولنا لتونس، لها مننا كل الشكر. المعرض بضم 20 دوله مشاركه عربيه واجنبيه، في 118 فنان من كل المدارس الفنيه مشاركين في عدد اعمال 156 عمل فني. ايمان وبعد نمشي مرام. دونك ايمان مرحبا. خلينا نزيدو نمشيو اكثر في المعرض. دونك قد ايه من بلد مشارك؟ عندنا 20 بلد مشارك من كافة انحاء العالم. عندنا 116 فنان بمختلف ما شاء الله. عندنا معنا عدد كبير، وفما اقامات في الفن التشكيلي من الوطن العربي ومن برشا بلدان ومن تونس زادة. هي فكرة المعرض انه يتعمل في تونس كانت بالتنسيق من دعوة من مؤسسة الدار الأردنية. انا شاركت قبل معهم في معرض عالمي بالعاصمة أنقرة، ومن غادي بديت الفكرة وبديت التنسيق. قلت بوركوا با ما تكونش حاجة هكا في بلادنا في تونس، حاجة تنفع الفن في تونس والإيماج متاعنا وتنفع الفنانين التوانسة، فهمتني؟ فجيت من غادي. تبادل في نهاية فيها الأمر. تبادل ثقافي أكيد. الفن ما عندوش حدود، والفن لغة عالمية. تونس بلد الثقافة والجمال، وتستاهل أنه تصير في بلادنا حدث بالمستوى هذايا، فهمتني؟ ونعطيو إيماج مزيانة لبلادنا وللفن التونسي. فجيت من غادي الفكرة بالتنسيق مع اتحاد الفنانين التشكيليين. هذا بيان سور قيمة الاتحاد وعدد الفنانين المنخرطين في الاتحاد، فكانوا متعاونين يعطيهم الصحة الناس الكل. كانت تضافرة الجهود الكل، فنانين والناس الكل باش يتعمل هالحدث هذايا اللي باش يضم برشا. انا قلت لك عدد كبير من المشاركين وعنده بعد ثقافي سياحي اقتصادي، حاجه مزيانه لبلادنا. مرام، في اختياركم للفنانين التشكيليين المشاركين في هذا المعرض، فما اختيار معين؟ فما نقطه رابط مشترك بالفنانين هذم في رؤيتهم في نعرفش معناتها او شنو يعني مقياسكم لاختيار الفنانين اللي شاركوا في المعرض؟ فمش موضوع معين يتم العمل عليه، ولا حريه للفنان كونه يختار الموضوع؟ اول شيء شكرا لك استاذ يسر. وانا كثير مبسوطه ان احنا موجودين في تونس. انتم كثير بلد مرحبا بكم وشرفتونا بحضوركم. الله يحفظك يا رب. نورينا. بالعكس الحمد لله كانت امورنا كثير ميسره لوصلنا لتونس. بالنسبه للمعرض كنت حابه شوي احكي بس عن مؤسسه الدار اذا بتسمحي لي، وبعدين احكي عن موضوع المعرض. بسرعه. الدار هي مؤسسه اهتمت كثير بموضوع الفن التشكيلي بالاساس بالاردن، وبعدين انطلقنا لخارج الاردن. وبنيتها الاساسيه انها تنمي جيل، يعني بغض النظر عن الاعمار. أي.
واهتمت بالاعمار الصغيره طبعا بهذا الموضوع. احنا كثير لنا احنا برامج خلال السنه بنعملها بغض النظر مش بس معرض. بالنسبه للمعرض حنحكي زي ما تفضلت حضرتك، اختيارنا ما له علاقه بشكل مباشر انه هذا فنان كبير او فنان صغير. واضح. احنا بهمنا كثير ان احنا ندعم الفنان، لانه ما في حدا ما بلش مبتدئ، ما في فنان او اي انسان في اي مهنه ما بلش مبتدئ، فلازم تدعمي المبتدئ هذا لحتى يصير فنان فيما بعد. فاحنا هدفنا ان احنا نجمع ما بين قامات الها بالفن، ياخذوا التجربه هي التجربه اساس انك انت تقدر توصل لمرحله ما. والخبره هذه ما بتيجي الا من خلال تجربه. فهذا هو هدفنا الاساسي، ما له علاقه المعرض بستايل معين، لانه بيرجع عليه ثقافه كل بلد. كل بلد لها ثقافه معينه، لها وهذا التلاقح الثقافي هو تبادل الثقافات، وهذا الاختلاف والاتفاق هو المطلوب. هذه الرؤيه المختلفه بتصير عند الفنان رؤيه بصريه شموليه بتخليه كثير بيهتم اكثر بالثقافات الاخرى. وهذا اللي بيولد نوع الروح الاساسيه بالفن، لانه هو بالفعل مثل الموسيقى اسمى شيء ممكن يوصل ل بسلاسه لاي انسان بغض النظر عن اللغه. واضح. قلتوا لي وقتش انطلق المعرض سامحني؟ هو انطلق المعرض في 2019 باشراف وزاره الثقافه الاردنيه. وبتوصيات من معالي الوزيره انه يكون المعرض على مستوى عالي، وباشراف من الاستاذه فايزه الزعبي اللي هي رئيس المؤسسه العامه. هذا احنا اليوم الثالث في المعرض اللي هو عندنا يوم 16 جمعوا الفنانين وعملنا سهريه تعارف في مع بعضنا الناس الكل، وكان فما تبادل مزيان برشا وهكا هارموني حلوه بين المجموعه الكل كبيره بالرغم العدد كبير، اما محليه الفن كيجمعنا. محمد فقط نختم معك لانه مازالوا عندي دقيقتين فقط، فما اقبال؟ وجه دعوه للناس خليه يجي يشوفوا وين موجود المعرض. اول شيء انا بدعي الجميع لحضور هذا المعرض، هذا شرف لينا. والمعرض مشارك فيه عدة دول كمنظمين، يعني في عندك من لبنان في هيئة إدارية الأستاذ فادي، في عندك من الكويت الأستاذة فضيلة، في عندك من المغرب الدكتورة لطيفة، في عندك من الأردن الدكتور إبراهيم الخطيب، في عندك بديش أنسى حد من عمان الأستاذ جمال الجساسي. فهم إحنا فريق إداري كامل من كل الدول لنخرج في نتيجة تكون باهيه بالنسبه لكم باللغه التونسيه. وين موجود المعرض؟ قصر خير الدين باشا. قصر خير الدين باشا. اليوم الدعوه مفتوحه للجميع. شنو نحكيها هذه بالتونسي باش يفهموني الناس الكل. المعرض باش نفهموا فيه عمره واحده زاده معاكم. ليه ما خاطر الدعوه للتوانسه. واضح ما عنديش مشكل. ليه الدعوه للتوانسه الكل في وسط المعرض في تونس ان شاء الله، دعوه للفنانين التوانسه الكل انهم يكونوا معنا اليوم وقت الافتتاح الخامسه نتاع العشيه باش يكونوا في قصر خير الدين باشا متحف مدينه تونس المدينه العتيقه. مرحبا بأحبائي. شكرا لكم هكا على السريع حاولت نتعرف. شكرا لكم، شرفتونا بالحضور. شرفتنا. ربي يوفقكم ان شاء الله ناجح المعرض، ان شاء الله ترجعوا لنا هكا اكثر وقت حتى نحكيوا نتعمقوا اكثر في المعرض لانه يستحق هذا. شكرا لكم. انا يظلي هكا الوقت وفاق ربنا نهايه الحصه. شكرا للساده المشاهدين على مرافقتهم لنا على الوطنيه الاولى. شكرا لكم، نتلقاو الاسبوع القادم مع اعلان تونس مع زميلتي ألفة الساحلي. الى اللقاء.